البارح في الدفن، وايضا مش نحكيه عموما على واقع الحريات في تونس. هذا باش يكون موضوعنا في الحوار الصباحي اليومي بعد 9:30 توا كما عودناكم مع سي عبد الستار في جيش البلد. امبارح برهان ضيفك بعد ما كملنا احنا مع 9:30 كان شنو هو؟ على الفضة. على الفضة، والفضة والذهب باش يتحسبوا. يتحسبوا بالقيراط. هكا ولا لا؟ بكلمة قيراط جاتش لبالكم شنية وشنية سبتها وش معناها ومنين جاية؟ قيراط هذه كلمة جاية من اليونانية القديمة كيغاتيون. كيغاتيون؟ اي. اه قيراط إذن كلمة يونانية. اي. أما احنا طويكة تفيد الميزان نتاع معنى المصوغ، معنى النقدين كما يسميوه البكري، الذهب والفضة. لكن هي في الاصل ايش معناها كلمة قيراط عند اليونان؟ اش هي يقصدوا بها؟ يقصدوا بها حاجة طريفة جدا، هي حبة الخروب. قرن الخروب كيتفركوا تلقى فيه حبوب. هذيك هي حبة الخروب، هذيك قلب نتاع الخروب، هذيك اسمها كيغاتيون باللاتينية باليونانية. الكلمة هذه كانوا يحسبوا بها هذيك ميزان. بربي يا سي عبد الستار، وانت قبل ما تواحد تجيش فكرة باش ما نساهش الكيراتين زاد عندها علاقة بالحكاية هذه اللي تعمل في الشعر؟ ما عنديش فكرة. قيرات حبة الخروب. لا راهو ما يخشنيه، هي المادة مشتقة راهو من نبتة. من نبتة ممكن تكون خاطر الأصل اليوناني يشبه الكيراتين. الأصل اليوناني شنو تاع كلمة قيرات؟ كيراتيون. يا متي قعدت لمح عليها يا سي عبد الستار عامل كيراتين، وهذا نعتبره تلميح مش في بلاصتو. وعلاش؟ وما يهمش المستمعين. شوف الفتنة، شوف الفتنة. معلش لي. والله هو ولا محالة. أما معناها الرافي والله لا جاش البالي، والله لا جاش البالي. راه اختصاص يونانية ما في بالي. يا حفظ اسمعني. فكر الشهادة. إلا يونانية مراد، خليها اليونانية. ما تقول حتى شيء سينو راني طالب تعقيب. خليك راي. واصل يا عبد الستار. خذاو من قديم الزمان حبيت الخروب هذوما الكيراسيون، وجمعوهم 24 كعبة باش يوصلوا بيهم اللقية من الذهب أو الفضة. هذيك علاش ولي يقولوا ذهب ذوق 24 قيراط. ومن عندنا أحمل اليونانية جات العرب اللي كانوا تجار كبار متاع ذهب، ومشيت لأوروبا فيما بعد كاغا. كاغا. وهذيك علاش كاغا بالفرنساوية تتب سي آ إر آ تي، لأن قاعدة محافظة على التي القديمة متاعها متاع اليونانية. ففينا الماء هالحبة هذه حبة الخروب هذه هي اللي مش تعطي اسمها للميزان. للميزان. لكن كذا كيف لقيمة الذهب، قل لك ذهب ذوق 24، ذهب ذوق 9، ذهب ذوق 18. لكاغا هذوما الكلمة الفرنسوية جاية من الكلمة اليونانية اللي تفيد الخروب اللي استعملوا الحبة هذه للميزان فقط، ومن وقتها قاعدة دلجة اليوم الناس هذه. يعطيك الصحة سيدي عبد الستار. بربي يا جماعة حلوني بعد ما حكينا على ياخي في اللهجة التونسية، قالوا لي ويمشيشي يجيشي. هذاك زادة قالوا لي اللي هي يمشي شي يجي شي، هي الشيء ربطناها. الشيء يمشي الشيء يمشي الشيء ويجيء الشيء بالضبط، ويأكل شيئا يأكل تأكل شيء تأكل شيء تأكل شيء تأكل شيئا ولا كل شيء مدموجة. اللي احنا مغرومين انا بالدمج ولا التخفيف، فخاصة في تونس. هي في العرب في اللغة العربية موجودة، لكن احنا مثلا احنا عندنا نهج في تونس اسمه طريق في العصر الحفصي كان يسمى محج، يظهر لي ولا درب الممر. المخرج بكل ذكاء يقول لي المشيشي. لا المشيشي ما عندوش علاقة بالحكاية، هو رئيس حكومة سابق وموجود في قطر وربي يهنيه. كنا يزمك تنتبه سيد المخرج، هذا نقاش ألسني في اللينغويستيك دقيق جدا. مشيشي يلعب مسكين حد نصيق. خونا خليلوه، خونا خليلوه أحسن مخرج. سبورير ما تسيرش المشيشي عنده أصدقاء في القناة هذه، رد بالك. تحية لعم حبيب.
نهج الممر او محل او درب الممر اللي كان يمر من السلطان الحفصي من قصور القصبه الى المصلى مصلى العيدين اللي هو تويكا سكنه الجرجين كان يصلي فيها العيدين لانه صلاه العيدين تتمس في سقف تتم تحت العراء فذاك كان منظم الى صلاه العيدين والمر اللي بعده كان يتعدى من طريق يتسمى الممر ثقلت علينا نهج الممر نهج الممر دي نهج المر نحين مين منه صار المر اصله الممر الممر نتاع الممر والمسلك نتاع العيدين كان في الجرجاني تويكا الجرجاني تويكا كانت مصلى العيدين والسكنه كان مع الاتراك العثمانيين أما في الاصل كانت ارض ريت بطحت جمع حسان في المغرب أيوة. انه ارض مفروشه بالبلاط أيوة. وما فيهاش وفيها حيوط دايره فيها سقف كان عندنا هكاكه مصلى في ويذكرها ابن خلدون يذكرها المؤرخين ويقول كيفاش الأبهة متاع السلطان الحفصي كيف كان يخرج ركب على حصان وكذا والناس الكل ماشي على الأقدام وراه كيما تقريب المشور السعيد اللي يصير في المغرب التو وتلك يخرج بفخامة كبيرة وتلك أيام نداولها بين الناس كان يخرج هكا بالحصان توا ولا نخرجوا بالمطار ونخرجوا بالسيارات والطوموبيلات والحراسه والكذا ولكنها نفسها في اطار سنه التداول في الحياه هذه وتلك ايام نداولها بين الناس اما تبقى اللهجه التونسيه رغم هالاشتقاقات هذه المستنده لثقافات اخرى والسن اخرى الاكثر قربا للغة العربية رغم زياد الهاني ما حبش يوافقنا على خاطر العراق وتجربة العراق وخلف العراق حكايات منهم حكاية ما نحكيوش فيها احترام الأمور تاع حبيبة وقلب وبصرة سي زياد يعمل اللي يحب عنده يلا شهر ونرجع والله يا عظيم يلا توا 9:22 دقيقة تسمعوا في ميسيون امبوسيبل على FM أحلى راديو توا هابط شوية تصريحات بوه مراد عنده الحق باش يسمع التصريح مازال كي عطاته السيده فاخته المحواشي الرئيس المدير العام للشركه التونسيه لصناعه التكرير ستير عطاته لزملائنا في اكسبريس تقريبا اليوم الصباح اكدت مره اخرى انه علاقاتنا مع المزودين راهي علاقه عاديه وامورنا بريقله وعمليه خلاص الشحنات تقع بعد 30 يوم من فراغها وهو ما يتم فعلا وعبرت على استغرابها من الكلام اللي يدور على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نفاذ الوقود اللي هي حسب رأيي تسبب في الإقبال الكبير هذايا قالت أنه وقع تزويد منطقة راتس بالوقود حيث تم تسليم 16 متر كوب تكفي لاستهلاك التونسيين لمدة 15 يوم وعبرت على استغرابها الاستهلاك الغير عادي ما نشاهده من استهلاك غير عادي الوقود منذ أسبوع ورشحت وهذا هو جوهر الموضوع أنه الإقبال هذايا الكبير اللي تسبب في الأزمة بتاع الواحد يعود للطقس الجميل اللي دفعت توانسة أنهم يحبوا يخرجوا يدوروا ويحوسوا وقالت بالحرف الواحد الطقس الجميل دفع التونسيين للخروج أكثر والإقبال على الوقود معناها يلا مراد شنو رأيك ليه معناها تأكد اللي ولو توراه اللي قاعد نشوف فيه يبدو أنه السيدة فاختة خذت التعليمات أن هي اللي تتصدى الكوميونيكاسيون بخصوص المسألة هذه يعني قاعدة تدور من الراديو تعطي في التصريحات اي ما نعرفش خلينا متكلمانية خلينا متكلمانية لا انا والله ندافع عليها المرأة بالعكس انا نعتبرها شجاعة وخرجت تتكلم قاعدة توضح بوت توضيحات هكا شوف فيها مي في ظل غياب بقية الاعضاء المعنى بتاع الحكومة والدولة ها وين وصلنا اغزر لي وحد لا يلزم يلوم على وسائل الاعلام انه توا ها زملائنا في بزنس نيوز خذوا هذا هو العنوان راه المدير العام لشركه صناعه التكرير التوانسه هذوما اللي واقفين يستناو في الليسانس راه هما يتحملوا المسؤوليه خاطر الطقس الجميل دفع التونسيين الخروج اكثر الاقبال على الوقود وهو اللي تسبب في هالاستهلاك الكبير اللي تسبب في الندره الحمد لله يا ربي اليوم الطقس صبح خايب مش قاعده تصب نهار نورمالمون باش يرجع الليسانس اللي عنا 5 ايام نفرغوا فيها حكايتها قالت لك الامور موجوده ورادس هاك تشوف تلقات معناها ما يكفي استهلاك توانسة لمدة 15 يوم شنو رأيك براد نعود اللي قلناه قبلك راهو الاتصال علم راهو الاتصال صنعة راهو الاتصال ما ينجمش ياخذوا اللي يجي دونك مدى لفيخت عرس والعين أما معناها الباتوج معناها بالفرنساوي يقولوا فهمت معناها قاعدة تغرق في تصريحات من في البنزين قاعدة تغرق لكن يا سيدي خلي باش نكونوا ايجابيين انا باش نتفاعل مع في حاجه سمعتها هذه ثالث مره نسمع فيها يا ناس اللي عنده شطر ريزيرفوار ماهوش مجبور باش يمشي يصب اليوم اللي عنده
30 ريزيرفوار اللي نصورهم الله يوسع باله يوسع باله زيد باش نخلقوا هل وسع عند العباد وشكون قال لي انا كيوفيلي الشطر هذاك باش نلقى بعض غدا وكي نحبس ما نجيش صغير يقرا عاد احنا تو ايجابيين وانت ترجع فينا لا مولاي هنا هاو يلزم الوضوح بتاع الدوله تقول نهار السبت فما سونس وقفوا علينا هل معناتها قريت التصريحات هذيا والمهموته بين معاك التصريحات في المهموته هذيا ضد الناس متلهفين وعندهم اللهفة على الصبر ستو السبت كان يصبح الطقس باهي الواحد كل شيء يتمنى ان شاء الله الطقس ما يبداش باهي وكذا بالحق ما التصريحات هذه الناس تمشي ما تولي ملهوفة على الليسونس انت يقول نهار الجمعة الجاية اخويا اللي عنده طرف يا برهان ويا نجيب في تونس في البلدان الشرقية المثال ديما يجي من الفوق انت عندك رئيس جمهورية لا فيها رئيس ديوان لا فيها مسؤول اتصال لا فيها فريق اقتصادي لا فيها فريق دبلوماسي لا فيها فريق قانوني ثقافي اسمح فيه هذاك مش لازم اصلا ولات كماليات هكا هاو دونك عناشي احنا اليوم انسان هكا سنسيبي برا يا سيدي نعتبروه يعدي روح قاعد يتكلم على الاقل يخرج ساعه لكن يخرج تقريبا مش في دي كونفرنس خاصه بالاعلام يخرج في زياره البلاصه مثلا ماهوش من العيار الثقيل شنو عيار ثقيل شي لازم شنو عيار ثقيل في 11 محمد علي كلاس في تقديرك انت في 11 سنه شكون افضل واحد في الكومونيكاسيون في الدوله ك كومونيكاتور يبدو لي معز سيناوي كان افضل واحد معز سيناوي مش ايطاليا بروشالمون وفعد كمل توا المهمه نتاعو كسفير لا سالك انت قالك ماشي انت لايطاليا مراد انا مش ايطاليا ماشي صغيره وعلاش مش ايطاليا لا مالكش ماشي على خاطر قالك لا وفات المهم نتاعك معني ما نربح منه ومعز سيناوي خدم مع سيلباجي كرئيس حكومه وخدم معاك انت تشوف هذاك لا على العموم معناه انه معناه كناطق رسمي كان يبدو لي رئيس الجمهوريه تعتبره الافضل انت يبدو لي كان الافضل افضل من سمير ديلو انت في تقديرك سمير ديلو شاد ناطق رسمي باسم الحكومه ليه عدلان مقارنه افضل من اياد دهماني اي افضل من اياد انت ما عطيتش وقت الملاحظات نتاعك بخصوص اداء حكومه الشاهد في الكوميونيكاسيون وقتها لا افضل من اياد اياد ما كانش كان مستشار اقتصاد قعد مده يا ما لا يا معسيناوي زاد خدم برشا في عالم الاتصال خدم برشا مع نبيل قروي لا ويخدم في خدمه باهيه دبلوماسيه الان في ايطاليا والقوه نتاعه انه كان مهنيا ولم يكن سياسيا كان هذيك نقطه القوه نتاعه هو يعامل جميع الصحفيين احنا تعاملنا معهم وقت في النقابة الصحفيين التونسيين بدايه الجدش ونعتبر انه كان بالنسبه لي من احسن الاكتشافات وتحيه للسيد معز سيناوي اللي انا مهمه في روما هكا معنا مطالبين ما عادش توا في روما وفات عاد الموندا نتاعو في نعرفش هذول باش يرجع لتونس لا وتكمل قوس معنا على معز سيناوي كان تحدي كبير بالنسبه ليه انه ما يكونش مسيس لانه كان قريب جدا من نبيل قروي خدم مع نبيل قروي قبل الثوره في الشركه نتاع نبيل قروي لكن بالرغم من هذا كان معنا كل كيف هذا نحكي كي نقولوا من العيار هذا عيار نتاع انسان يعمل اتصال امانه على كل اوكي انا نعطي في الموجات الايجابيه للتوانسه وانت تعرف ها هو الكوميونيكاسيون شفت تبدلت الادوار انا نقول للتوانسه بات بانيك خاطر انت تعودت على شنو ما تعود على هذا الشيء خلي على المغالطات تاعنا نحبوا الشفافيه نحب الشفافيه يا وليدي ها ابو الشفافيه معكم ها ابو الكوميونيكيشن شوف محمد علي الرشيد يلا دالي صباح النور صباح الخير يا محمد علي فل صباح النور صباح ال راح الدقله والحليب دلي تقعد ثابت في مكانك ارجوك حتى باش حتى تشيل الكاميرا الريزو كذا في انتظار الكاميرا هنا قاعدين نتزودوا فيها جايبين كاميرا من صربيا تحديدا في بورتريت في بورتريت هاي معطله الديوانه معطلتها دلي الديوانه والله كيما البطاطا معطله كل شيء توا في تونس احنا اليوم باش نحكيو على البطاطا تعرف اللي هي تما كلمه ما يحبوهاش تقول معناتها الفجوه الخريفيه هو معناتها تقاطع المواسم تقاطع المواسم اللي يخلي معناها ديما النقص نتاع البطاطا والثنان النقص هذا زاد تفاقم والاسعار خليني نعطيك فكره يا برهان اللي هي قاعده تتباع عند الفلاح توا ما اقلش من دينار و700 والمعدل هو دينار و800 مليم الكيلو دونك وقت الدورجيه اللي يدوروا بالكماين ويجيوا بعد السته نتاع العشيه يدوروا على الناس ويعطيهم السلعه قاعدين يبيعوا فيها ب 20 معناتها بجوز دينارات هز ولا خلي معناها هذه علاش البطاطا اليوم قاعده تتباع بجوز دينارات و200 واللي زاد اكثر ازمه الوضعيه هذه
هو ان المخزونات نتاعنا سوا هي تقريبا تقدر ب 15,000 طن. يعني حاجه قليله بالكل هذه اللي هي مستنسه اللي هي مستنسه في الوقت هذا قداش يبدا عندنا مخزونات؟ والله مستنسه تبدا ما اقلش من 40,000 طن. وتعرف وشنو السبب شنو السبب دالي شنو السبب في تراجع المخزون الاستراتيجي هذا من البطاطا؟ لانه باش نقول لك ثم قرار سياسي لازم ياخذوه، لانه ما بين الجيل اللي هي منشاه عموميه اللي قاعده معناتها مكلفه بتعديل السوق وتخزن البطاطا، وما بين الخواص، يعني الفلاح يمشي للخواص لانه الخواص يعطيه سعر ارفع من سعر الجيل ب 10 ملم الحكايه كلها. طب ما بين هذا وهذا حقها الدوله اليوم الفاليني مع الناس هذوما باش على الاقل تاخذ اقصى ما يمكن من منتوج. وقت شوف انت المنتوج اليوم حتى نتاع الجيل، انا راني من الصباح وانا قاعد درت على ثلاثه ولا اربع مرشيات باش ناخذ معناها فكره عامه من عند الناس الكل. حتى البطاطا نتاع الجيل اللي هي مستانسه عاديه اليوم ولا تتباع تحت الطاوله، وهذه اكبر معضله معناها اللي قاعده تصير، وانه اكل اللي تحت الطاوله اليوم الجاجر نتاع البطاطا ولا الشكاره نتاع البطاطا تتباع عليها ما بين 5,000 و 10,000 يا صاحب الخزار، وهذوما معناها من بعد بالطبيعه باش ينعكسوا على سعر البيع. واحنا للاسف الشديد معناها في الرقابه نمشيو مباشره للحلقه الاخرانيه اللي هي الخزار دالي من وي. انا نذكر انه معركه الاحتكار اللي يطلقها الرئيس سعيد اول ما بدات بزوز حاجات، بدات في الحديد والبطاطا والدوله سعرت وقتها السعر، ذكرش قديش تم التسعير وقتها؟ والله انا اللي نعرفه طبيعي هي البطاطا المخصوص سعرها معناها دينار و300 على مستوى الجمله ودينار و560 على مستوى التفصيل. وفي السوق قد ايه وفي السوق قد ايه قاعده تبيع؟ قلت لي توا قاعده تبيع حتى 2 دينارات و200 يا برهان. ايوه وما تلقاش البلاد هنا حتى المواطن راهو زاد. تنحكي نهار على البحث نتاع الامم المتحده تحت حقوق المستهلك اللي هما 8، اليوم المستهلك التونسي فيه برشا في السوق معناها سلبي الحقيقه الكومبورتمون نتاعو. علاش؟ باش نعطيك حاجه مثال بسيط. اليوم التاجر اللي ما يحطش بسطوله مقابلك تخزر لها انت وتعرف الميزان نتاعك، راهو ممنوع البسطوله اللي ما حطيتها في تركينه وانت ما تشوفهاش. وبعض التجار يحط لك بلاصه مثل دينار، وقت اللي يحط هو على البسطوله المتركنه هذيك يحط دينار و500 ومن بعد يقول لك هذه تلعب جوز كيلو ولا غيره. هذه من الحاجات البلايك، وقت ما تلقاش بلايك علاش تبقى تسال انت ما تشريش؟ راهو هذه حاجات احنا حكينا على عظم البارح. باش نعطي مثال اللي صار في الارجنتين، زادوا في سعر البيض في الارجنتين، واللي يلزم تعرفوا يا برهان انه كعبه عظم الديوري في نتاعها مكتوب 29 يوم، راهو بعد 29 يوم تولي غير صالحه. دونك الارجنتين وقت اللي زادوهم في سعر العظم عملوا له بايكوت، معناتها عملوا مقاطعه تامه للبيض، رسلت لهم بعد شهر جاوا حبوا يرجعوه للسعر الاصلي نتاعو، قعدوا بك عاملين مقاطعه ولا يلحقوا بهم باش نزيدوا نقصوا لكم السعر غير يجاو خذوا، على خاطر باش يولي حتى المصنع هذاك ولا الجمله باش يولي مهدد معناها في المستقبل نتاعو لان السلعه قاعده بالضبط. هذه ثقافه، هذه بطبيعه ثقافه لازم يكون فيها برشا وعي مدني ويكون فيها برشا هكا تنظيم يعني في المخ في السلوك الاستهلاكي نتاعنا. احنا للاسف اللهفه قبل المقاطعه في الحكايه هذه. اما نحب نسال ونختم معاك باهي، حكينا على الاسعار للاسف مرتفعه بالنسبه لكيلو بطاطا توا، ولكن نوعيه البطاطا المطروحه على السوق دالي معناها العباد قاعده تتشكى وما تفرقش ما بين نوع ونوع، ويقول لك عندي النوع هذايا شنو هي حكايه الانواع هذايا، وبعد تهز للدار باش تعمل طرف فريت يطلع لك حاجات معناها تقول شيء ما تتقاش. البطاطا الموجوده توا خاصه البطاطا الكحله نتاع، انا بعثت بعض الصور على الكاليتين تاع البطاطا هاو نشوفوا في الصور المعروضه تو هاي. ايوه اي دونك هذه البطاطا مستحيل باش تصير، مش حتى باش تتلا يعني هذه مني هذه شنو حكايتها ننجو فيها في تونس شنو هي مش بيه هذيك البطاطا تاع الجيل، هذيك البطاطا تاع شكاير بطاطا الدوله هذيك هذيك فوالا نجم نقول معناها بطاطا الدوله هي هذه اللي مضروبه من داخل وكذا، هذيك اللي مضروبه من داخل واللي قاعدين يجيبوا فيها كالدواجيه، هم اللي قاعدين يجيبوا في البطاطا اللي زعما تتعمل بتاع فريت يبيعوا فيها ما بين دينار 900 و دينارات للخزار. دونك الخزار باش يبيعها ب 2 دينارات و200 هذيك البطاطا الاخرى اللي بتاع الفريت بتاع الفريت
بربي سؤال دالي توا اذا كان هكا نخمو في المستقبل نحكيو على البطاطا برك، اذا كان ما عادش تدخل الدوله بالكل مش احسن؟ هو باش يكون لا الدوله لازم تتدخل في حاجات. اول من الاشكاليات نتاع البطاطا نتاع الانتاج نتاع البطاطا انه كان الفحل اللي يسميوه معناها الزريعه نتاع البطاطا كانت تتباع بمليون و700 طرناطه، وكانت الطرناطه تنتج 30 طن في الهكتار. اليوم الفحل هذا هو مشعر ب 3 ملايين و400، لكن يتباع فوق ال 4 ملايين والطرناطه نتاع الزريعه الجديده هذه ما تطيحش اكثر من 16 طن في الهكتار، يعني حتى الانتاج بتاعته قاعد يتقلل. اما النوع والنوعيه خير؟ لا ماهيش خير، بالعكس بالعكس. يعني بالحق اليوم لازم نشوفوا كيفاش الدوله تعمل مونوبول نتاع الزريعه تاع هذه، وتخلي يا خويا زاد البارتيكولي يجيبوا بطاطا. لكن كما قلت انا بل الدوله تشرف معناها مع الاسعار وتعمل تسديد اسعار ما تخليش يفوت، وحتى المهام تاع المراقبين تكون اسهل. واضح. محمد الفرشيشي شكرا جزيلا، كنت معنا كالعادة في فقرة وجه السوق. بلغنا توا آخر البرنامج مع المحلين متاعنا مراد زغيدي، ميرسي بوكو على الحضور. غدوة نتقابلوا إن شاء الله. زياد غدوة عندنا ديوان المظالم زادة مراد. فقط نذكر وأن الصحفيين اليوم 11 يتلموا في وقفة احتجاجية على المرسوم 54 أمام رئاسة الحكومة. المرسوم هذا تقريبا بشهادة الجميع حتى الأخصائيين كل مرسوم خطير على الحريات على الصحفيين وكذلك على المواطنين، خاصة الفصل 24 متاعه. إذن وقت احتجاجية لحداش في القصبة وعلى وضعية متاع الشركات والمؤسسات الإعلامية المصادرة. نعم. يعني عبد الستار مرسي بوكو، إن شاء الله موعدنا غدوة. نجيب موعدنا غدوة. غفران غدوة باش ترتاح، هي اليوم جات مسكينة مريضة، نتمنى لها الشفاء. أي واحد يحس بروحه متقلق في البلاتو هذي راهو عنده الحرية في أنه ما يجيش هنا، راهو أجواء حرية ديمقراطية، لا فما ضغوطات لا فما كذا، وعنده الشهرية والتأمين وكل شيء. بارك الله. هاك تشوفوا المنتج ضغطنا عليه مرة هو يحط لنا فك تصاور نتاع الواحد شكوكه في عوض إسماعيل ياسين، إسماعيل ياسين في عوض أنور وجدي، وديما ماشي. يلا تبقوا معنا بعد قليل باش نستقبل نجاة الزموري عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. من 7 ل 10 متاع الصباح إميسيون امبوسيبل برهان بسايس على EFM أحلى راديو. 49 دقيقة مازلتوا تسمعوا في إميسيون امبوسيبل في الحوار الصباحي اليومي. ضيفتنا اليوم الأستاذة نجاة زموري عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. لنجاة مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. يعيشك. لنجاة اليوم الرابطة بناء على تطورات الوضع في الجرجيس تطالب بفتح تحقيق في دفن بعض مفقودي فجعة جرجيس. شو تقصد بفتح تحقيق؟ فتح هي عينة تجاوزات حقيقية في ما وراء الشيء اللي قاعدة تداول فيه وسائل التواصل الاجتماعي وكذا. هل عينت الرابطة تجاوزات في عملية الدفن؟ هو فتح التحقيق قبل كل شيء لمعاينة فتح التحقيق. عليش باش يجي باش نشوفه إذا وقع فعلا تجاوزات في علاقة بدفن تونسيين في مقبرة الغرباء أو بين ظفرين، حتى بنحبش كلمة غرباء أو المهاجرين. هذا حد أدنى نحن كمطلب، حد أدنى على خاطر زاد فتح تحقيق في علاقة بعديد التجاوزات. المسألة هذه حكينا عليها قداش مرة. هذا يمكن أي حقوقي أنه عنده سنوات وهو يحكي وهو يدق في نواقيس الخطر في علاقة بالهجرة الغير نظامية، ما نقولش غير شرعية، أكيد أنه مش نخلطوا للدرجة هذه. يعني متوقعين ولا حتى الاحتجاجات اللي صايرة توا في جرزيز كان معناتها نتفهمها لكن ما نبررهاش، بالتالي الحد الأدنى من السلطة أنها تفتح تحقيق باش نشوفوا حقيقة هل وقع دفن 3 جثث
في مقبرة الغرباء أو المهاجرين. بالضبط. يجب فتح تحقيق. بالضبط. الرابطة كانت موجودة فرع في فرع في الرابطة في جرجيس ولا؟ أكيد إحنا عنا فرع في مدنين وفرع فرع في مدنين, أيوة. مدنين وعنا المنخرطين في مدنين أكيد إنه ما فيهم اللي يسكن في جرجيس ويتابع. ثم كذلك المرصد لحقوق الإنسان اللي يشرف عليه صديقنا سي مصطفى عبد الكبير. دونك بالتالي ثم متابعه لسيقه لهالمشاكل هذه. واحنا كي نقولوا جرجيس شنية كبرى هي معناتها كي توفاو كي 18 في قرية صغيرة كي جرجيس راهو العائلات الكل تتمس خطيكما, خاصة ثم تجاوز بين الأسر العائلات الكل تتمس أكيد, حتى الرابطين غاديك أكيد هم تمسوا بصفة أو بأخرى بصفة ذاتية. رئيس الرابطة سي جمال من جرجيس؟ لا لا مسلم خطر لقب موجود. أي موجود صحيح صحيح لكن... من سوسة. من سوسة يبقى لما حالة هذي يبقى بقوسين لما حالة أي صحيح خطر فما نشط بدني مسلم. بالضبط زياد مسلم. الرابطة اليوم وفتح تحقيق في مسألة الدفن وكذا, البعض من الناس اللي يراقبوا في نشاط الرابطة الآن وهذا الملف اللي باش نفتحوه معك انت والإجابة باش نقعها بعد الإشهار, لكن خلينا نطرح الأسئلة باش تحضر روحك بالإجابات. يقول لك الرابطة وكأنها تحاول ترقع في تأخرها في أنها كانت دوما وتاريخيا في ستارة الدفاع على قضايا الحريات. هاي وليت با في جرجيس نفتحوا تحقيق, في الحاجة الفلانية نفتحوا تحقيق, ولكن يبقى دوما سؤال مطروح, ما الذي يحصل في الرابطة التونسية دفاع حقوق الإنسان؟ بارشة من العباد اللي تقول لك هذه الرابطة اللي كانت خيمة الجميع تقريبا كل التيارات السياسية بدون استثناء في وقت من الأوقات في أيام الصعود الذهبي لرابطة حقوق الإنسان سواء أيامات الزعيم بورقيبة أو الرئيس بن علي. ما الذي يحصل الآن في الرابطة لكي يصبح دورها نوعا ما هكا يقولوا بعض المراقبين, نجم يكون غلط نجم يكون صحيح, هامشيا ثانويا تفقد بريقها حتى في النسيج الحقوقي هذايا في الوضع اللي الحريات وقضايا الحريات تعود وبقوة من جديد منذ حوالي سنة أو سنتين. نسمع الإجابة بتاع اللي نجيت ولكن بعد هذا الإشعار. بكم نواصل الحوار مع الأستاذة نجاة زموري عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان. سؤال طرحته لك قبل ما نخرج الإشهار, وين الرابطة اليوم في قضايا حريات؟ وقت اللي برشا مراقبين يقولوا لقد تأخرت الرابطة عن مواكبة المسار هذا المفترض يقف لمسألة الحريات في تونس. باش نقول لك كل شيء على ما يرام ونعطيك اللغة اللي برشا يحبوا يسمعوها راهو صحيح, انا ما نكذبش. نجاة زموري تشوف انه الرابطه اي صحيح تخلفت عن قضايا حريه. شوف الرابطه تعيش مشاكل, لكن انا شنو راها عاديه. علاش الرابطه باش نقول لك تعيش عاديه؟ على خاطر شوف انت تو الاجسام الوسيطه الكل انت حتى الاحزاب شوف من بعد 25 جويليا الكل هي تاثرت بالمسار, ونعرف الناس المواقف اللي خذيتها يوم 25 جويليا, ولكن ابتداء من المراسيم وحتى ابتداء من 26 جويليا واحنا طالعين ثم تغيير وجهه النظر, وبالتالي هو جسم حي الرابطه من داخل في جميع التجاذبات حتى السياسيه والفكريه والايديولوجيه, وبالتالي قعد فما كي يقع نقاش داخلي ويقع جذب لصياغه ربما موقف يعكس الحد الادنى للتوجهات الرابطيه, اكيد انا باش يقع تاخير انه الناس باش تحس ثم تاخير, لكن احنا داخليا ما نعتبروش تاخير خاطر ثم نقاش مستفيض داخلنا. هل العادي انه الرابطه تغيب مثلا عن معركه احاله محامين على محاكم عسكريه؟ لا احنا اصدرنا بيان في الحكايه هذه من الاول, لكن بون بيانات صحيحه الناس تقراش البيانات. شفت عميد سابق معناها لاول مره تقريبا غير مسبوق في تونس يعرف قدام محكمه عسكريه محامين يتحاكموا كذا في العاده. في العادة باط نجم تقول لي هو هيئة هو عميد المحامين وموقفش معهم خلي أحد الرابطة, ولكن الرابطة معناها عودة الناس في المحطات السياسية الكل هذه كانت حاضرة بغض النظر على اللون السياسي نتاع الضحية. صحيح 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 وعندك الحق صحيح. هذايا ربما نتوجه نحن خاطر على أبواب مؤتمر الثامن, وربما يكون فيه نقد حتى ذاتي لرواحنا وللرابطة وباش نشوفوا شنية الهنات اللي تعدينا بها وعليش زادة, على خاطر كي تفسر وكي تشخص الحالة تنجم تتجاوز. لكن أنا باش نقول على مسألة المحاكمات العسكرية مسألة مبدئية صحيح, راني ما نكذبش على الناس ونقول اللي داخل الرابطة فما شكون
ساعة أن الرابطة لا تصدر موقف 25 جويلية قسم الرابطة قسم وليت جناح سي بشير العبيدي ومن معه وجناح آخر معناها في الواقع بربي أعطيني ما يسيرش أنا موازين القوى الفايت شكون تو بون أنا ما نسميش على خاطر كل جناح الكلين ولا فين أنا وجناح الرئيسي جمال هكا مقسومة هي مش هكا مش بالشكل السهل هذايا لكن أنا أقول ثم أخذ ورد ثم كر وفر يعني الأجنحة ساعات ولكن أنا شو نقول خلينا من الأجنحة بالله خلينا من الأجنحة خلينا خاطر معطى تثقيفي معطى تثقيفي لأن المهم هل صحيح هي في نهاية الأمر قسمة داخل اليسار انعكست على قسمة داخل الرابطة هي قسمة بين البوكت والوتد لا ما نصورش لا مش هكا مش هكا شكلها اللي حد يتبع الفتلة لا ما نتصورش على خاطر الأحزاب السياسية مهما يكون في بالي بالانقسامات اللي صايرة داخل الأحزاب السياسية مش حتى الوطد تنظيميا ولا البوكت حتى الوطد تقسم الموفانس الوطد هو مقسوم يعني الوطد اللي قريب من 25 جويليا هذاك صار بعد هذاك الانقسامات داخل الأحزاب السياسية اليسارية صارت بعد الانقسامات اللي نجم نعبرها بالانقسامات داخل الرابطة يعني نحن الرابطة ثم تيار يؤكد و كيفاش يقولوا معناتها يلتزم ومتشبث بالقيم الحقوقية الكونية اللي لا مرد فيها ما فيهاش أخذ ورد فما مبادئ عامة لحقوق الإنسان اللي كما قلت أنت في المقدمة اللي معناتها طول عمرنا من عهد بورقيبة للسنوات 90 السنوات صعيبة برشا في عهد بن علي أن دأبنا عليها وهذيك هو هذيك هي بوصلتنا أن الدافع على حقوق الإنسان مهما كان مهما كانت توجهات الإنسان المنتهك مهما كانت إيديولوجية الضحية ما فهمت هذيك القواعد العامة اللي نأمنوا بها على خلفية زادة كذلك نأمنوا بالكونية لحقوق الإنسان وبالتالي مهما كانت السلطة السياسية الرابطة ما يلزمهاش يعني تاخذ موقف سياسي من أي سلطة كانت قد تمشي نهارة الانتخابات باش تنتخب للرئيس امشي صوت له شكو قال ليه شكو احنا هذا هو اللي دفعنا عليه وهذا فرحانين به انك ثم تصويت حر وسري امشي صوت له لكن ما تقودش الرابطة وما تهزهاش نحو سلطة سياسية اللي فما هي هذا منه الان فما جناح من الرابطة فما منه سمحني معناها يخلي معناها الرابطة في حضن السلطة السياسية عنا احنا عنا ناس في وسط الرابطة عملت الحملة الانتخابية متاعهم بعد 25 جويلية حملة على خلفية الاستفتاء قاموا بالحملة وبالتالي هم أحرار أمنا شو نقول حتى داخل الرابطة نقول لهم شوف ميزوا قبل في عهد السرية مو للناس اللي عندها انتماءات سياسية واللي كانت ما عندهمش مثماش كان هامش من الحريات السياسية يما يدخلوا تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل يما يدخلوا للرابطة توا الهامش الحريات تبارك الله واسع ادخل الأحزاب اعمل حزب لكن الرابطة نخليوها منأى عن جميع التجاذبات عليه خاطر هكيك تقوى الرابطة على خاطر المبادئ ثابتة مبادئ حقوق الإنسان ثابتة مرجعيتنا معروفة كما نعاود نقول مرجعية دولية وكونية لحقوق الإنسان الدفاع عن جميع الحريات وجميع الحقوق لكن ما فماش تطبيع مع السلطة السياسية كي احنا نقولوا هكا فما حتى ناس موالين ربما للرئيس والمسار 25 جويلية يقولوا انتم ضد قيس سعيد وانتم مع يحط انا ما حدش يهمني حتى في العمر هذا تحطني لهنا ولا تحطني غادي انا نعرف روحي انا شكون انا نحكي حتى باسم الرابطة تعرف روحها شكون لكن هذا هو باش تبقى الرابطة تدوم وتبقى تدافع على الناس والمهمشين والناس والضحايا وغيره يلزم الرابطة تبعد على جميع التجاذبات السياسية المؤتمر وقتاش
المؤتمر حاليا 12 نوفمبر 12 13 14. يعني بعد حصلوا بناء على انتخابات كالعاده والفروع تصعد مؤتمرين. لا الفروع ما تصعدش مؤتمر، مش الاتحاد العام التونسي، جميع اعضاء الفروع ينتخبوا. ينتخبوا. وين ماشيه موازين القوى؟ ما يسالش ولا هو سؤال ما يسالش في الاعلام، وين ماشيه؟ خاطر هذه عركه بين جناحين باش يتحدد على ضوها مسار ومستقبل رابطه. انا ما نعرفش وين ماشيه، لكن انا ندعو من خلال الميكروفون وندعو من خلال الإذاعة أنه بالحق دعوة للرابطين أنهم مش نقول حكموا ضمير، هي ضمير مش مسألة أخلاقية، لكن يرجحوا العقل ويعرفوا للرابطة منظمة حقوقية صامدة وصمدت مدى عقود. علاش صمدت؟ على خاطر مهما كانت مهما كان التجاذبات السياسية داخليا، لكن ديما نلقاو حد أدنى، نلقاو أرضية مشتركة باش نكملوا. سي جمال باش يجدد الترشح ولا ما عندوش حق؟ لا لا أعتقد عنده الحق، عنده الحق، لكن أعتقد أنه مش باش يجدد. وسي بشير العبيدي باش يترشح لرئاسة الرابطة؟ يعطيني الكواليس كي تعرف. شو لا 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 أكيد باش يترشح. أنا يظهر لي أكيد، خاطر ما قالش مانيش باش نترشح. بالضبط بالضبط، ما قالش مانيش باش نترشح، دونك ضمنيا باش يترشح. رشحوا له ذلك اللعبة ديمقراطية نتمنى، ويعمل حملة على روحه وحدش بيه، عنده أتباعه، لكن زاد الطيار الآخر عنده أتباعه، والناس توا بدات تفيق، خاصة بعد خيبات أمل متتالية نجم نقول، أخرتها الاحتجاجات هذه، وأخرتها غلاء المعيشة، وأخرتها للناس الكل اللي علقوا أمالهم على 25 جويليا، صابتهم خيبة أمل. دونك ثم طيف كبير مشى مع 25 جويلة، لكن توا قاعد يرجع وعارف ما فيه داخل الرابطة، ما فيه داخل الرابطة. الأستاذة نجاة الزموري عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، طبعا أنا نشكرك على رحابة صدرك، نعرف راهو قالوا لك رانا باش نحكيو على جرجيس وكذا، لكن ماكش كنت مهيئة. ما يصيرش مهيئة لجميع الأسئلة، ولكن راهي الرابطة بالنسبة للعباد اللي عاشت في كل المواقع ومهما كانت موقعها وقتها، تقدر القيمة والدور بتاع الرابطة السوسية للدفاع عن حقوق الإنسان، درة الجمعيات المدنية في تونس. إن شاء الله إن شاء الله كان تسمح لي بكلمة، راهي المهام صعيبة على الأخر، والحالة اللي تعيش فيها الرابطة حاليا صعيبة على الأخر، وبالتالي شوية صبر، وهذه حالة صحية أنه تقع نقاش داخل الرابطة. شكرا جزيلا ليك المستمعين الأكارم، هذه إميسيون امبوسيبل بلغت نهايتها، كل الفريق التقني نحيوكم ونقول لكم إلى اللقاء غدوة إن شاء الله. باي باي. إيفام ميتيو.